مشاهدينا الكرام، مساعدكم مساء، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري ونستهله بالعناوين. الجزائر تدين بشدة وتستنكر عملية القصف الجوي لمبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، وتعتبره فعلا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، مشروع إنجاز مصنع تكرير السكر الأبيض بال14 بولاية بومرداس أنموذج لتطوير الصناعة التحويلية الغذائية، ووحدة إنتاج الأجبان ببرج بوعريريج استثمار مربح بفضل مرافقة الدولة وتحسين آلية الاستثمار. قطاع الصحة بغليزان يتعزز بمؤسسة استشفائية عمومية مدعمة بمختلف التخصصات الطبية الجراحية بدائرة منداس في سياق جهود الدولة الرامية إلى تقريب مصالح الصحة من المواطن. في نفحات شهر القرآن، الأطفال يغتنمون فرصة عطلة الربيع لحفظ ما تيسر من كتاب الله وترتيله بالمدارس القرآنية. أهلا بكم من جديد. في المستهل، تدين الجزائر بشدة عملية القصف الجوي التي تعرض لها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وتعرب عن استنكارها لهذا الفعل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فضلا عن كونه تعديا خطيرا على سيادة الجمهورية العربية السورية. وفي هذا السياق، تتوجه الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تجدد تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذا مع الجمهورية العربية السورية أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللا أمن ولا استقرار في المنطقة برمتها. هذا وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال كلمة له ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الصهيوني على قنصلية إيران بدمشق. قال إن الهجوم يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، واعتداء سافرا على الالتزامات الدولية. يمثل هذا الهجوم انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وعلى وجه التحديد حصانة المقار للدبلوماسي والقنصلي، كما جاءت على ذلك اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وكذا اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية. ولا شك أن هذا الانتهاك السافر للالتزامات الدولية على يد الكيان الصهيوني يمكن أن يبرر أو يتم التسامح معه، وبالتالي يجب رفع الصوت عاليا في وجه الآثار الخطيرة المتأتية عن هذا الاستفزاز، والتي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وإلى عواقب أوسع نطاقا إقليميا وحتى عالميا. كما أن توقيت هذه الهجمة تزامن مع الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة من خلال قرار مجلس الأمن، إنما يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات من أجل وقف الأعمال العدائية والتي تصدر عن الأسرة الدولية جمعاء. وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد 5 مواطنين وأصيب 10 آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال مربعات سكنية في مدينة خان يونس، فيما استشهد 3 آخرون وأصيب عدد آخر بجروح في قصف استهدف منازل بمدينة دير البلح وسط القطاع. وكان الاحتلال قد ارتكب 5 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. ارتقى
التقى على إثرها 59 شهيدا وأصيب العشرات. هذا وعشية إحياء اليوم العالمي للتوعية ضد مخاطر الألغام، بادت آلاف القنابل التي ألقى بها الاحتلال الصهيوني على غزة كالألغام الموقوتة التي قد تحدث كوارث إنسانية على السكان. وفي ضوء ذلك دعا خبير استراتيجي فلسطيني إلى ضرورة إيفاد لجان مختصة إلى القطاع للوقوف على الموضوع وإيجاد طريقة للتخلص من بقايا الذخائر والأسلحة قبل أن تتسبب في حصد المزيد من الأرواح التي نجت من آلة الموت الصهيونية. ويتواصل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة لليوم 80 بعد المئة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 32,916 شهيدا و 75,494 مصابا مع تهجير ونزوح الآلاف من الفلسطينيين جراء القصف الهمجي وسياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الغاصب. مراسلنا أو مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. الآن نتواجد على جسر وادي غزة، هذا الجسر الذي يفصل المناطق الشمالية عن الوسطى والجنوب هو خطير جدا، تمكننا من الوصول عبر الشريط الساحلي لنرصد معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يتمكنون من الوصول من الشمال إلى الجنوب والمرور عبر دبابات الاحتلال، ونرصد معهم أيضا قصص المعاناة المستمرة منذ 6 أشهر. الآن تمكننا من الوصول إلى هذه العائلة الفلسطينية التي جاءت من الشمال بعد 5 أو 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي، وربما يعني لهم ساعتين على الأقل وهم يسيرون على الأقدام للوصول إلى جسر وادي غزة، هذا الجسر الذي يفصل بين الشمال والجنوب. تقريبا لنا 5 ساعات طلعنا من شمال قطاع غزة، وإحنا ماشيين طبعا الطريق كانت صعبة جدا، اللهم صل على سيدنا محمد. مشينا بين طبعا انت ماشي والطريق انت مش عارف ايش الشارع اللي بتمشي فيه، يعني شمال بالمره مقطع. طلعنا اولا لانه الجوع والعطش اللي مروا فيه الاطفال جدا صعب. كنا في شمال غزه وقلنا لسه امبارح طلعنا من الموت، قلنا 12 يوم متحصرين والدبابات تروح وتيجي، وكانوا محوا كل مربع الشفا كله محوه، فيش الا البيت اللي احنا فيه واكيد هلا قصفوه، ويعني وكان لا كان في شرب ولا كان في مي ولا كان في اكل، كنا يعني محاصرين في البيت 12، كنا نشرب الميه المالحه زي ملوحه البحر هيك، والاطفال كانوا يعيطوا ويزنوا، كانت حياه ماساه، عن جد حياه ماساه. كان الطريق كثير صعبه، ويعني شفت الموت انا والدبابه، يعني من كتر الغبره ما كانت شايفاني ولا تدعس علي انا والاولاد، يعني لولا رحمه ربنا انه شفاء يعني من عند ربنا اللي الله رحمنا. وضع الجسر زي ما انتم شايفين، العالم تيجي نازح من غزة هيها، العالم تيجي نازح، العالم بتموت جوا، سيارات مدمرة وضربوا البرجان، الكابتر بتطخ على الناس قاعدة، سيبونا نعيش يا عالم، سيبونا نعيش. وتبقى آمال الفلسطينيين أن يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي من هذا الشارع والطريق الساحلي إلى المناطق الشرقية ليتمكن آلاف النازحين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى منازلهم التي هدمها الاحتلال طوال أيام العدوان. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، من على مشارف مدينة غزة فلسطين. إلى مواضعنا التنموية، ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعة التحويلية الغذائية، نقف عند مشروع إنجاز مصنع تكرير السكر الأبيض بالمنطقة الصناعية 14 بولاية بومرداس. المصنع سيسهم في استحداث 1200 منصب شغل وإنتاج قرابة 2000 طن من مختلف أنواع السكر يوميا. مالك درحمون. ضمانا للأمن الغذائي ودعما لعديد المشاريع الاستراتيجية في البلاد، مصنع إنتاج السكر بالمنطقة الصناعية 14 واحد من المشاريع المعول عليها لدعم الاقتصاد الوطني. رئيس الجمهورية يدعو دائما إلى العمل على إنجاز هذه المشاريع الهامة لضمان الأمن الغذائي وإنهائها في أقرب الأجل. المشروع هذا كمشروع جيجل للزيوت النباتية هما مشاريع اللي نعولوا عليها كثير لضمان، كما تكلمت قبيل، لضمان واستقلالية الغذائية للمواطن، وإن شاء الله نوعدوا كما وعدونا الإخوان المسؤولين باش يكون فيه تجنيد وتجنيد كامل باش هذه المواد تكون
موجودة في السوق الجزائري ويجي بالمواد هادو، يعني نتمن وجودنا ونقلص من فاتورة الاستيراد اللي هي فاتورة يعني ثقيلة. مجمع مدار حقق تجارب ناجحة بالجنوب الكبير من خلال زراعة وإنتاج مادة الشمندر السكرية التي تحول إلى مادة أولية، وتقدر الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المصنع ب 1300 طن يوميا من مادة السكر و 450 طنا من السكر السائل. ووحدة إنتاج الأجبان ببرج بوعريريج استثمار مربح بفضل تحسين آلية الاستثمار. وفي النشرة نقف عند أنموذج لمستثمر شاب اختار إنتاج وتصنيع وتحويل الأجبان دعما وتطويرا للاقتصاد الوطني، فاتسعت قائمة منتجاته ليحجز له مكانا في سوق الأجبان سعرا وجودة. سعيد بلونيس. الأمن الغذائي ليس شعارا بل هدفا يجب تحقيقه، ولا يكون ذلك إلا بتضافر جهود كل الفاعلين. إلياس ابن الجامعة الجزائرية أراد أن يسهم في ذلك بهذه الوحدة لإنتاج شتى أنواع الأجبان. النوعية اللي خلات أن السوق تاع المنتوج تاعنا هذا التسويق تاعو زاد ثاني تسهل، يعني النوعية هي اللي سهلت التسويق. من ناحية الباكاجينج يعني التغليف تاع المنتجات تاعنا، يعني جبنا يعني آلات حديثة أوتوماتيكية اللي تسمح وتسهل العامل وحتى المنتوج يعني يكون بيان بريزونتي. يعني دخلنا في كنا مع المصنعين المحولين تاع المادة الأولية، درك احنا بدينا ندخلوا للمارشي تاع لي سوبيرات. التحدي هو شعار الياس الذي أراد أن يوسع من قائمة منتجاته تلبية للطلب المتزايد عليها من حيث الكميات وتطور الأذواق والميولات وفي شتى الاستعمالات. استثمر في خطوط الإنتاج واستثمر أيضا في المادة الرمادية وسواعد أبناء برج بوعريريج. جامعة مستغانة خيس كونترول كاليتي علي مونتر هالشي اللي قريته راه هنا، وبيان سور فيه تطور مش كيف كيف كما اللي قرينا كيما اللي راه هنا، ونتقولوا علمنا بدنا أزيرو تاتوكم مازال نتعلموا ان شاء الله. كلش نعرفه من قبل، تعلمته هنا هنايا، دينا تما دينا بخطوات بالعقل بالعقل، بدينا نتعلموا فيه بشي بشوي. انه الطموح يحدوه امل يتبعه عمل، فالمستحيل ليس جزائريا في جزائر جديده. في سياق جهود الدولة الرامية إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطن، تدعمت دائرة منداس بغليزان بمؤسسة استشفائية عمومية بمختلف التخصصات الطبية الجراحية. محمد سالمي. صرح صحي جديد تدعمت به دائرة منداس بولاية غليزان بهدف تقديم خدمة عمومية وكفاية الساكنة عناء التنقل إلى مستشفى وسط المدينة والولايات المجاورة. مستشفى كان خاصنا في هذه الدائرة هنايا، كنا بهذا ديبلاسي الغليزان تيارة مستغاليم وهرن، دروك هنايا رانا الحمد لله باش نقص عندنا الضغوط، ملوش نتنقلوا لبلاصة لبلاصة، نروحوا للغليزان نروحوا للرحوية نروحوا للتيارة، هذا كنا نلوغي هنا والحمد لله. احنا كنا مغبنا في سبيطار والسبيطار محلوه فيه كلش إمكانيات كاع كاينين. يعد هذا المرفق إضافة للصحة الجوارية من خلال الخارطة التي سطرتها السلطات العمومية. يحتوي على مصلحة استعجالات، مصلحة طب داخلي، طب نساء ورجال، مصلحة جراحة عامة مدعمة بثلاث قاعات العمليات مجهزة بأحدث التجهيزات، زيادة على ذلك يعني تاني عندنا هناك مصلحة للأشعة، جهاز سكانر. في نفس الوقت الذي نقوم بافتتاح المستشفى الجديد ببلدية منداس، انطلقت الدراسة من أجل بناء مستشفى ثاني على نفس المنوال ببلدية سيدي محمد بن علي. من خلال مفهوم الصحة الجوارية فهي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى الاقتراب أكثر فأكثر من المواطنين الذين يبقوا هم الهدف الرئيسي والنهائي لكل هذه العمليات التنموية. كما يتطلع القائمون بالقطاع إلى الرفع من عدد الأسرة من 60 إلى 120 سرير، وهو ما سيسمح بالتكفل الأمثل بالمرضى خاصة بالاستعجالات الجراحية.
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 2 أفريل عديد العمليات النوعية التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي المسمى ألف يحيى ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 33 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطاراً و64 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 235 1386 قرصا مهلوسا، وبكل من طنرست وبرج باجي مختار وجانات. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 136 شخصا وضبطت 24 مركبة و85 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 38 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد و44 ألف و151 لترا من الوقود و181 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و44 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 1788 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في النشاط الميداني لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيرت التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بشلف، تمكن أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك بسوغر من إحباط عملية تهريب نوعية أسفرت عن حجز 219 كيلوغراما من الكيف المعالج، وكذا شاحنة استعملت في نقل وتهريب البضاعة المحظورة. العملية تمت إثر إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق عبر حاجز جمركي، حيث عثر على الكمية مخبأة بإحكام في مخبأ معد خصيصا للتهريب، كما تم توقيف شخصين وإحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة. العملية المحققة تكرس جاهزية ويقظة أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما من شأنه زعزعة النظام والأمن العموميين أو المساس بصحة المواطن وسلامتها. في النشاط الجمعوي، وخلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني بولاية جانات، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نوردين بن برهم حرص الدولة على إشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي استجابة لانشغالاته التنموية، حيث يسعى المرصد إلى تكوين الكفاءات الشابة الناشطة في المجال الجمعوي بمناطق أقصى جنوب الوطن. إبراهيم بالخير. رؤية استراتيجية للمرصد الوطني للمجتمع المدني تعمل على الانتقال بالجمعيات المحلية الناشطة من مرافقة لجهود التنمية إلى مشاركة في صنع القرار المحلي بولاية جانيت، التي تنتظر سواعد أبنائها للوصول إلى مصاف الولاية الكبرى مستقبلا. المجتمع المدني أدرى بصغيرة وكبيرة في تنمية الولاية، ولهذا يجب إشراك المجتمع المدني بصفة رسمية، ولازم تكون عنده مكانة ثابتة وتعود عنده كلمة. المجتمع المدني يتم تأطيره، وهنا يقدر يمد يعني أفكار، لأن الأفكار تنطلق من المجتمع، المجتمع هو اللي عايش الحالة اللي فيه، وبالتالي يكون عنده أثر في الدولة.
المنصة الإلكترونية كفاءات بلاس لتدريبه وبناء قدرات المجتمع المدني ضمن المشاريع الهامة للمرصد الوطني تحقيقا للتنمية المستدامة بمناطق أقصى جنوب الوطن. لا تنمية حقيقية ولا مستدامة ولا مندمجة إلا بما يعرف بالحكامة التشاورية والتعاون بين المجتمع المدني والإدارة بالإضافة إلى المنتخبين. نستبشر خيرا بمثل هذه الملتقيات. أكثر على بناء قدرات المجتمع المدني. أطلقنا منصة كفاءات اللي حتوصل الآن إلى آخر وأبعد مواطن في آخر نقطة من الحدود. وتوصلوا يكون على نفس درجة المعلومة والتدريب والتكوين والفرص اللي حيشتغل عليها. هذا كله باش نقدر نعزز الديمقراطية التشاركية. وتجسيدا للديمقراطية التشاركية تتواصل اللقاءات الدورية للمرصد الوطني إبرازا لجهود فعاليات المجتمع المدني محليا ووطنيا. في النشاط الحزبي ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف من غيليزان جهود الدبلوماسية الجزائرية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية على مستوى الهيئات الدولية على غرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. لعل بلدنا الجزائر يقوم بجهد دبلوماسي كبير وهو مثمن بإذن الله عز وجل، أنه يقوم بدور مشرف على المستوى السياسي، على مستوى مجلس الأمن، وعلى مستوى مختلف الفضاءات الدولية والمنابر التي تعبر أو التي هي مساحات للحراك الدبلوماسي سواء في القضية الفلسطينية أو بعض القضايا الإنسانية الأخرى. تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ببالغ التأثر نبأ انتقال الصحفي زهير أبركان إلى جوار ربه، وبهذا المصابي تتقدم المديرية العامة للاتصال بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطويره في صلب أشغال الاجتماع 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة للأوبك وأوبك بلس. أوراق الاقتصاد ومن العجال. أهلا بك من. أهلا بك العجال. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. شارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر عن بعد في أشغال الاجتماع 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الأوبك وأوبك بلس. وقد ناقش أعضاء اللجنة الوزارية الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وأفاق تطويره على المدى القصير، كما كان الاجتماع فرصة للأعضاء لتقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بالحد من إنتاج النفط لأوبك وأوبك بلس لشهري جانفي وفبراير المنصرمين. وفيما يتعلق بالامتثال لالتزامات دول أوبك بلس، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه من خلال السعي لتعديل مستويات الإنتاج بشكل جماعي وفردي، فقد تمكنت المنظمة تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات. وقد جدد عرقاب تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاج النفط إلى غاية جوان القادم. بهدف تقليص فاتورة الاستيراد، تعمل الدولة على تشجيع الإنتاج المحلي في مختلف المجالات. مصنع إنتاج زيوت التشحيم ببسكرة أنموذج لمصانع كسبت رهان الجودة وثقة المستهلك. رضا برماسين. في وقت وجيز أضحت زيوت التشحيم محلية الصنع علامة فارقة من حيث الجودة والسعر معا، والثقة نالتها بالطلب المتزايد الذي مكن من الحد من نزيف العملة الصعبة عبر الاستيراد. درك نزل الدومون ديال المنتوج تاع الجزائر برك. الزيت تاع الجزائر وراه مليح. وراه كما يقولوا راه ينافس في الزيوت العالمية. الزيوت الأجنبية لحقت حتى لسعر خيالي 1,800,000. واللوكال رخيص 400,000 تشري 5 طرات دير بها فيدونج تمشي بها الله يبارك. هنا ببسكرة أحد أهم المستثمرات التي استحوذت على نسبة هامة في السوق الوطنية للزيوت التشحيم،
وبتكنولوجيا فائقة الدقة تضمن للزبون خيار الأمان بأقل تكلفة. تطبيق السارم لهذه المراقبة مهم جدا، سواء كان عند دخول المواد الأولية أو عند خروج المنتوجات النهائية أو كذلك في خط الإنتاج أو على سبيل المثال خط التعبئة. تقدر طاقته الإنتاجية ب 80,000 طن سنويا، مقسمة على 3 وحدات، وحدة إنتاج زيوت 60,000 طن، وحدة إنتاج شحوم 10,000 طن، وحدة إنتاج سوائل تبريد 10,000 طن. كما أنه يتم استعمال أحدث التقنيات الألمانية للحصول على منتوج نهائي عالي الجودة وذات معايير دولية. هو نتاج 5 سنوات من الاجتهاد والتميز لمنافسة أكبر العلامات العالمية. أنا تقريبا 240 عامل حاليا. الشركة راهي كيما نقولوا هي في حالة توسيعة الحمد لله. دركا كيما نقولوا السوق كاين طالب كبير في السوق، الشركة راهي تكبر. انطلقنا بواحد 10 تاع لي زارتيكل، دركا عندنا أكثر من 100 أرتيكل. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، والأكيد أن خطوات وسواعد هؤلاء عكست الصورة النمطية وأصبحنا نلبي حاجاتنا الوطنية بمنتجات محلية فائقة الجودة. ننتقل معكم الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. دوليا، أعلن البنك المركزي الروسي اليوم انخفاض قيمة الديون الخارجية ب 17%، أي بواقع 68 مليار دولار فاصل 2، وهو أدنى مستوى لها منذ 2007. ووفقا للبنك فإن المبلغ المستحق عليه وعلى البنوك التجارية في روسيا لم يتغير، في حين تراجعت قيمة الديون الحكومية ب 29%. هذا وتعد الديون الخارجية لروسيا جزءا من الديون الكلية للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الأجنبية من المقرضين الخارجيين. إلى مؤشرات أسواق النفط في العالم والتي واصلت مكاسبها خلال تداولات اليوم، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا ب 0.19% لتصل عند 89 دولارا و9 سنتات للبرميل. كما صعد أيضا خام غرب تكساس الوسط الأمريكي إلى 85 دولارا للبرميل. أسعار الذهب هي الأخرى شهدت ارتفاعا خلال المعاملات الفورية بواقع 0.2% لتبلغ 2283 دولارا للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى 2304 دولارات للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. شكرا لك منال، ونحن بدورنا نختم بنفحات الشهر الفضيل وأجواء عطلة الربيع التي يغتنمها الأطفال لحفظ ما تيسر من كتاب الله وترتيله بالمدارس القرآنية التي أصبحت تشهد إقبالا كبيرا. من العاصمة يقول عبد السلام حبس. لمسجد الشهداء بالمرادية بالعاصمة
وفي شهر القرآن جو روحاني لهؤلاء الطلبة والطالبات في حفظ كتاب الله. العطلة الشتوية هذه نغتنم الفرصة باش نحفظوا القرآن، وعندنا حلقة في هذا المسجد. عاوني بزاف باش ننجح في قرايتي، ننجح نكون صداقات. كنت فخر كبير لبابا ويما ووالديا، وأبلغ رسالتي لكافة شباب جزائريين والمسلمين بأن يحفظوا كلام الله تعالى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. النطق الصحيح للآيات القرآنية وتصويب مخارج الحروف هو ما يركز عليه معلم القرآن للحفظ الصحيح في المدارس القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة حفظ القرآن فيها التلقين كما سمعتم الأولاد الصغار، وفيها كذلك الأحكام النظرية كتابة وحفظا، وفيها الأحكام التطبيقية قراءة في المصحف وحفظا غيبا. الآونة الأخيرة نرى زيادة عدد هذه الفئة انتماء لمدرسة القرآن الكريم بمساجدنا. المدارس القرآنية جيل قرآني متميز ومخزن للمسابقات الدولية وحفاظ على الهوية والمرجعية الوطنية. نشرتنا تمت، تذكير بأبرز ما ورد فيها. الجزائر تدين بشدة وتستنكر عملية القصف الجوي لمبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية، وتعتبره فعلا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. ضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، مشروع إنجاز مصنع تكرير السكر الأبيض بال14 بولاية بومرداس أنموذج لتطوير الصناعة التحويلية الغذائية، ووحدة إنتاج الأجبان ببرج بعرريج استثمار مربح بفضل مرافقة الدولة وتحسين آلية الاستثمار. قطاع الصحة بغليزان يتعزز بمؤسسة استشفائية عمومية مدعمة بمختلف التخصصات الطبية الجراحية بدائرة منداس في سياق جهود الدولة الرامية إلى تقريب مصالح الصحة من المواطن. في نفحات شهر القرآن، الأطفال يغتنمون فرصة عطلة الربيع لحفظ ما تيسر من كتاب الله وترتيله بالمدارس القرآنية. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، تقبل الله صيام الجميع.